بالفعل سينار هناك تشابه ما بين الأردن ولبنان خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى تشديد الإجراءات. بالأمس الملك عبد الله الثاني ترأس مجلس السياسات وذلك من أجل التأكيد على عدم دخول الشاحنات. التأكيد أيضا على المنطقة التي يتم فيها دخول السائقين، الحدود البرية تجديد الإجراءات عليها، من جهة ثانية التعليم عن بعد، وأيضا التأكيد على القطاع الاقتصادي خاصة القطاع الخاص بعدم تسريح الموظفين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الأردن مؤخرا بسبب أزمة كورونا. من جهة ثانية مجلس الوزراء اجتمع بالأمس وقرر إعادة وسائل النقل العام إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولكن بسعة 50% فقط، كما تم تمديد ساعات خروج المواطنين من منازلهم من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء بساعة واحدة. تم إقرار إجراءات عيد الفطر والمتضمنة حظر شامل أول أيام العيد والسماح للمواطنين بالخروج فقط سيرا على الأقدام وعدم السماح باستخدام المركبات إلا للطواقم الطبية وفرق التقصي الوبائي. في ثاني وثالث أيام العيد ستعود الحركة بحسب النظام المعمول به الآن وهو الفردي والزوجي، كما سيعود موظفو القطاع العام إلى العمل بعد فترة عيد الفطر، بينما صدر دليل إرشادي للموظفين في كيفية التعامل داخل المؤسسات والالتزام بإجراءات السلامة العامة. إذن من جهة هناك فتح للمؤسسات الاقتصادية وعودة للحياة الروتينية والطبيعية في الأردن ما بعد عطلة عيد الفطر، ولكن مع تشديد الالتزام بإجراءات السلامة العامة والأمان من أجل ضمان عدم انتقال الفيروس. من جهة ثانية تؤكد الحكومة على أمر الدفاع القاضي بالعقوبة التي تصل إلى 3000 دينار وثلاث سنوات سجن لمن يتسبب بالإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق أيضا تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن أي اشتباه بحالة كورونا والتبليغ عن أي تجمعات، حيث أكدت الحكومة على عدم وجود تجمعات وعدم إقامة ولائم خلال فترة رمضان شهر رمضان المبارك. إذن التشديد من جهة، ولكن كما تؤكد لجنة الأوبئة بأن الحياة الطبيعية في الأردن لن تعود قبل شهرين من الآن بعد التأكد من خلو المنطقة وخلو المملكة من فيروس كورونا.